توا العملية الحجز اللي تمت البضائع المدون فاتورة وخاصة فيها ماركات عالمية مقلدة، والسيارة هذه اللي باش يتم فيها اقتياد السيارة اللي تم حجز فيها البضائع إلى أول مركز للحرس الديواني وين سيتم بقية الأبحاث. كما تشوفوا الزوز أشخاص اللي كانوا في السيارة أصحاب البضاعة ركبوا في السيارة متاع الحرس الديواني، عاون ديوانة هو اللي بيسوق السيارة ديما معاه المعني بالأمر يكون موجود، هذا اللي ضمان أكثر شفافية. كيف قاعدين نشوفوا في السيارة كيفاش توا باتجاهها لمركز فرقة الحرس الديواني.